اهلا وسهلا بكل متابعي ومشاهدي تلفزيون اليوم السابع. احنا معاكم من منطقه بطن البقره في مصر القديمه اللي بيتم اخلاءها ونقل السكان لمشروع الاسمرات، ومعانا المهندس خالد صديق رئيس جهاز تطوير العشوائيات التابع لوزاره الاسكان، هيعرفنا برضو الخطه ماشيه ازاي والدنيا ماشيه ازاي هنا. اتفضل يا باشمهندس. طبعا عندنا خطه بنتابعها في تطوير العشوائيات على مستوى الدوله وقضاء العشوائيات. الخطه دي من ضمنها منطقه اسمها منطقه بطن البقر اللي احنا فيها دلوقتي. المنطقه دي فيها حوالي 730 منزل، فيها اكثر من 1200 اسره. ان شاء الله كلهم هينتقلوا بخطه زمنيه موضوعه، ان كل يوم في حجم من اعمال الازالات، الازاله بتتم قبل ما تتم بيكون المواطن عارف شقته فين، مكانها فين، وهيستلمها والعربية تنتقل بيه. احنا شايفين يا فندم بينقلوا برضه في عربات من المحافظة بتنقل المتعلقات للأسر للشقة الجديدة. هو المتعلقات اللي شايفها دي بتنقلها ليهم لمخزن تاني، مش هتروح شقتهم الجديدة. الشقة الجديدة مفروشة كاملة، مفيش حاجة من دي هتروح في الشقة الجديدة، مفروشة كاملة من كله، حتى بالستاير وملايات السرير رايحين هناك عليها على طول، والأجهزة الكهربائية كل حاجة. فالحاجات دي مش هتنفعهم في حاجة، هم بيخزنوها في أماكن ليهم اللي هم بيختاروها وبينقلوها لأي مكان هم عايزينه. انما الشقه الجديده مفروشه كامله بعفش جديد كله لاهالينا، فدي نقطه كويسه حضرتك اثرتها، لان نقطه مهمه جدا الناس تعرف الموضوع ده. فاحنا ان شاء الله زي ما حضرتك شايف دلوقتي الاسره اللي ماشيه دي عفشها هيروح مكان تاني، وهم العربيه هتوصلهم لشقتهم الجديده في الاسمرات المرحله الثالثه الكامله المفروشه. ده باختصار شديد جدا اللي هيحصل لاهالينا الموجودين هنا. المنطقه يا فندم فيها تقريبا 2000 اسره، فيها حوالي 1300 اسره 1400 اسره تبقى الحصر والتظلمات في الاخر. يعني احنا فاتحين التظلمات، احنا عاملين حصر وعاملين كل حاجه متاكدين منه، ولكن فاتحين الباب برضه للتظلمات. يعني ما فيش حاجه اسمها 100%، في حاجه اسمها ان ممكن يحصل حاجه تسقط مننا غلط او يحصل مننا مشكله في حاجه معينه، فلجنه التظلمات بتاكد لنا صحه قرارنا او في عوار فيه نقدر نتصلح من نفسنا على طول. ان شاء الله يا فندم المنطقه بالكامل ده ضمن خطه تطوير الفسطاط بالكامل. يعني ممكن منطقه بطن البقره اخر منطقه عشوائيه في المنطقه اللي احنا موجودين فيها. لسه عندنا منطقه بطن البقره ومشروعها خلصان الحمد لله، في منطقه في مشروع معها في مدينه السلام برضو خلصان ان شاء الله برضو قبل شهر 6 زي ما وعدنا الناس، هكون المشروعات الاماكن دي كلها باذن الله منتقله المشروعات الجديده. هنا هيبقى مستقبل المكان عامل ازاي بقى؟ لا انت شفت يعني الاول الناس كانت متوقعه بحيره عين الصيره هناك وعين الحياه كان شكلها عامل ازاي، عامل ازاي؟ فتوقع برضو حاجه زي كده. يعني هنا في خطه للاستفاده، في خطه موضوع الاستفاده منها سواء سياحي او سكني او اقتصادي او استثماري او كل الاوجه هتبقى موجوده ان شاء الله في المشروع ده. كل المشروعات اللي بتتعمل احنا شغالين عليها بديزاين يعني متكامل من كل مع بعض، فان شاء الله لا الناس هتتفاجئ بحاجات جميله جدا. هنطلع بعيد بقى عن القاهره او عن ملف كامل، يعني ملف تطوير عشوائيات في مصر بشكل عام وصل لفين، واحنا يمكن هنعلن امتى مصر خلال العشوائيات؟ ان شاء الله في شهر 6 الجاي هيكون كل مشروعاتنا خلصت اللي هي خاصه بالعشوائيات وهنسكن فيها الناس. طيب هيقولوا الناس هتبقوا شغالين في ايه بعد كده؟ احنا بعد كده هنبقى شغالين في تطوير عواصم المحافظات والغير مخطط، عشان الناس اللي توعدتونا لا احنا شغالين في حاجه ثانيه خالص. احنا بنطور بقى اللي هي الطموح العمراني اللي بندور عليه، ازاي ان صندوق تطوير العشوائيات يتحول من تطوير عشوائيات لتنميه حضريه وعمرانيه. ازاي يتحول من هنا تطوير عشوائيات لتطوير عمرانيه حضريه، حتى اسم الصندوق هيتغير كمان، خلاص ما عندناش حاجه للاسم دوت. فان شاء الله باذن الله المرحله الجايه تطوير عواصم الطموح الرئيسيه والغير مخطط والاسواق العشوائيه. في ناس بتسال استابلة عنتر هتتنقل او خلصت؟ منها هتتنقل ان شاء الله طبعا في الاسمرات وفي مشروع لارض انتاج حلبة مدينه السلام. يعني ابرز المناطق اللي هنتم البدء فيها بقى بعد بطن البقره ان شاء الله. عشبة ابو قرن ان شاء الله على طول، يعني دي برضه على طول اول ما نخلص دي نخش دي على طول باذن الله، لان مشروعها جاهز. ان شاء الله يا فندم في توسيعه للطريق اللي بره، يعني بما اننا اخلينا المنطقه. بص هي دي داخله الصندوق، ولكن باذن الله اكيد هيبقى فيه، لان هو احنا عاملين مخطط، احنا دلوقتي بنحاول نوسع شرايين القاهره كلها، فدي تبقى اكيد في خطه المحافظه مش في خطه الصندوق. انا مش بحرك كده يا فندم، وربنا يعينكم ويوفقكم باذن الله. شكرا جزيلا. كان معانا المهندس خالد صديق رئيس جهاز تطوير العشوائيات التابع لوزاره الاسكان، واحنا موجودين الان في منطقه بطن البقره وبيتم تنفيذ ونقل الاسر لمدينه الاسمرات، وبيتسلموا وحدات مجهزه ومفروشه بالكامل. يمكن دي بعض الاسر اهو بتنقل حاليا، بينقلوا لمدينه الاسمرات للوحدات الجديده، وبيتم ازاله العقارات اللي تم اخلاءها اول باول.